تمام يا فندينا، في ميعادك مظبوط. احنا كل شغلنا مظبوط. هتقول له طلع على البضاعة الأول. وماله طل؟ بس سلم تستلم مش تعرف. أنا عارف وكمان جاهز، بس أحب أطمن. طمن وماله؟ ما ضرش. والله زماني غريب. حقك يا خميس. أصل يا غريب. أصل يا فندينا. خيانة يا خميس، الفلوس كلها راحت. عملتها يا ابن النوح. لازم تهرب يا خميس، الحكومة طبت. أقول لك امشي. اسمع كلام يا أخي، روح لأمي. امشي. هتموت يا غريبة. امشي. يلا. رصاصك خلص يبقى هتموت. ثم ان اهل المجنى عليه ما اتهموش خميس ابو سنه بقتل ابنهم، بل على العكس كل اقوالهم لصالح موكلي، سيما وان الشهود وتحريات المباحث افادت ان موكلي لم يكن يقصد قتل المجنى عليه. اما بالنسبه للتهمه الاخرى والخاصه بالاتجار بالمواد المخدره، فالمعمل الجنائي قد افاد بسلبيه جميع العينات المضبوطه، وده دليل فني ملزم للمحكمة يا فندم. يعني احنا في السليم يا سعادة الرئيس. وشكرا. الحكم يصدر بعد المداولة. رفعت الجلسة. جماعة!
محكمة! بسم الله الرحمن الرحيم. بعد المداولة والاطلاع على أوراق الدعوة ومواد الاتهام وسماع المرافعة، حكمت المحكمة حضورياً على المتهم خميس عنتر أبو سنة وشهرته أفندينا بالسجن 7 سنوات مع مصادرة السلاح المضبوط. رفعت الجلسة. ألف مبروك يا ابني، ألف مبروك يا حبيبي. هو حمى خاف، ما تخليهاش تيجي تزورني. ما تقلقش يا ربنا، هيعدوا اهو. روح يا حمى. مع السلامة يا حبيبي. ريحيني وروح يا حمى. مع السلامة. يا رب مع السلامة. مع السلامة. الله، ده الرجاله كلها هنا وربطه المعلم. رجاله المعلم دهان البران يا معلم، كل عمره صاحب واجب ما تفوتوش فوته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحب يا مرحب. لن طول عمرك وادي اصول يا معلم دهان. تسلم يا معلم ابو سنه، ده يوم عيد ولازم كلتنا نفرح ونجاور الاحبه. يا مرحب، اتفضلوا. اتفضل. يا مرحب بالمعلمين، كراسي هنا يا ابني للمعلمين. يا مرحب يا مرحب. اتفضل يا معلم. هنبص بس على الرجاله يا معلم. يلا روح. يا مرحب يا مرحب. شايبه حليب منه فيه، واحلى حجر معسل. انه مزاج.